مساء الخير، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مليون مسا عليكم جميعا، مليون تحيه على كل الناس الجميله اللي منوره الحلقات بتاعتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. النهارده يا جماعه هنشوف كده مجموعه من الكلاب، دلوقتي هنعرفكم عليهم. الكلاب دي بتبقى جايه عندنا هنا مفيش اي منطق فيهم خالص، يعني تلاقي الكلاب دي ما بتنطقش خالص. وزي ما احنا شايفين المجموعه اللي قدامنا دي طبعا مجموعه كلاب جيرمان كده، باقه كده مع بعضيها، تمام. المجموعه دي بتبقى جايه مفيش شراسه، ما بتنطقش، ما ضعاف جدا الشخصيه، رايحه خالص، وكل ده طبعا بيكون سبب اخطاء في التربيه. هنيجي دلوقتي هنشتغل مع المجموعه دي كلب كلب كده، تمام. طبعا معانا فزاع، ومعانا روي، ومعانا روك، ومعانا دارك، ومعانا رامبو. المجموعه اللي معانا النهارده دي يا جماعه هنشتغل بيها، تمام، وهتدونا رايكم في الفيديو ده. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نغير من شخصيه الكلب او من نطاق الكلب. الكلاب اللي معانا تبقى بتخاف، جبانه، سلوكياتها ضعيفه، الحاجات دي كلها، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نعدل في المحتوى بتاعهم، يعني ان الكلب يكون عنده شخصيه، ثقه بالنفس، الحاجات دي كلها. المفروض ان كل واحد ساعد كلب، تمام، بيحاول ان هو يساعد كلبه في الفتره اللي هو الكلب بيكون موجود فيها عنده، تمام، وبيحاول ان هو يكون صد وراه، ان هو بيكون واقف وراه دايما، بيشجعه دايما، بيقوي شخصيته، الحاجات دي كلها. يلا بينا كده هنشوف، وهنبدا الاول بفزاع او بروي. تعالوا نبدا بروي كده ونشوف شخصيته ايه، وبعد كده نخش على فزاع. طبعا يا جماعه الكلب اللي احنا شفناه ده اسمه روي. روي ده كلب كبير جدا، يعني عجوز، عجوز بدرجه ما حدش متخيلها كويس، ان هو بدا يهوى وكده. الكلب ده صاحبه اول ما جابه لنا قلنا له مش نافع، ده كلب عجوز. قال طب عشان خاطر يعني ننطقه بس، تمام. الكلب ده المفروض السن ده يرتاح بقى، شايفين كده في البني ادم كده السن الكبير ارتاح بقى، يعني خلاص ما عادش بقى ليك ارهاق ولا كلام من ده. احنا شغالين على مبدا، يعني برضو احنا بنحاول نرضي الناس، في نفس الوقت بنوصل رساله. كلب طالما عدى سن 7 سنين خلاص بيبدا بقى ان شراسته بتقل، بيبدا ان عايز يهدى، عايز يرتاح، عايز ينام، عايز ياكل، يعني بتراعي ربنا فيه الحبه اللي فاضلين من عمره. خش بقى على فزاع. فزاع طبعا كلب جيرمان لسه مبتدئ. الحمد لله قدرنا في المرحله الاخيره دي ان احنا نغيره، وبدا ان هو يخش معانا كويس ويهجم كويس. تعالوا نشوف فزاع كده هيعمل ايه يا جماعه. جدع ايه ده يا ايه ده؟ جدع راجل. قاعد اول ما عطس بقى شط شط. لا مش انت تديله على وشه، بنقول لك اول ما عطس بقى
جدع. فزاع بقى كان كلب لعبي قوي، مشكلته ان هو عايز يلعب بس، ياكل ويشرب وينام ويلعب والكلام ده كله. الحمد لله ابتدينا برضه نقنعه ان في عدو وفي حد ممكن يخش يهاجمه والكلام ده كله. الفترة اللي صاحبه ربى فيها الحبة الاولانيين دول كان كل همه ان هو ياكله ويشربه ويهتم بعلاجاته، اكتر من كده لا. دلوقتي هنشوف كلب برضه من ضمن الكلاب اللي هي اللي ورانا ده. روك من محافظة المنوفية. الكلب ده من ضمن الكلاب اللي هي برضه زفت خالص. تعالوا نشوفوه كده. جدع. قاطي. ما تلغيش ايدي، ما تلغيش ايه، اشتغل بال. لا اسكت اسكت، اول ما ياخد منك العصايه شاور. سريع. لا 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 طبعا شفنا دلوقتي ده روك. روك الله يكون في عوني منه بصراحه، الله يكون في عوني بجد بجد، يعني المفروض ان احنا ما نشتغلش عليه، بس برضه المشكله ان انت بتلاقي صاحب الكلب جاي متعشم فيك عشان خاطري وانا عارف بتاع. ولولا ان صاحب الكلب واثق ان الكلب ما بيشتغلش عمره ما هيدخله مركز تدريب، كلامي صريح ما يزعلش حد. مليون مساء عليكم وتابعونا في الحلقات اللي جايه. لما تكون بقى بتتعامل مع كلب ما كانش يعرف حاجه خالص، والنهارده هنشوف كده روك يا جماعه، وعايزين نعمل معاه تجربه كده بسيطه. يلا نخاطر ونجرب ونشوف هنعمل معاه ايه. هنحاول كده ان احنا ناخد روك نمشيه شويه بره المزرعه ونشوف رد فعله ايه وهيعمل ايه معانا. يلا بينا كده. اول مره طبعا الكلب ده يا جماعه ما بيمشيش، ما كانش بيمشي وما كانش صاحبه بيتعامل معاه خالص. تعالوا نشوف الكلب ده لما ناخده ونخرج بيه بره رد فعله ايه. طبعا احنا لما نيجي نمشي بيه دلوقتي هتشوفه ماشي غريب، يعني بيمشي بطريقه غريبه جدا. بصوا حد وشه في الارض، خد خد تعالى. طبعا يا جماعه بصوا شايفين الطريقه، مش ده اللي يتسيب، ده ما يتسيبش، يعني مش ده الكلب اللي ممكن نسيبه بره. تحس ان في حاجه هبله كده، حاجه غريبه كده. دلوقتي احنا هنعمل اختبار بليش طويل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده ما يتسيبش، ده ما يتاملوش. على فكره الكلب ده يعني خد مهما ان انت تحفزه، خد روك روك خد يلا مهما ان انت تحفزه. بص بص طريقته حتى في التحفيز بالاكل طريقه غشيمه جدا، طريق يعني كلب عنده مبدا كده مش عارف كان بيتعامل ازاي او كان متربي ازاي. تعالوا كده نعمل طويله ما حسسه ان هو كده ساب، يعني مشي مني. تعال روك روك تعال 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 شاطي. شايفين يا جماعه انا ايه اللي سايب له مسافه قد ايه؟ خد تعال 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 شاطي شاطي تعال حتى ما فيش تعال يعني. تعال روك تعال تعال نموت ونعرف ده كان متربي ازاي او كان اللي بيتعامل معاه بيتعامل معاه ازاي، كان ايه حياته، يعني ايه دنيته. خد تعال تعال يلا بينا تعال شاطي خالص شاطي يلا تعال خد ها خد تعال 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 شاطي 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 يلا تعال ها ها رب خد خد يلا خد تعال 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 تعال, تعال.
شاطر. خد يلا معايا ولا ايه؟ شاطر. خد يلا خد يلا. تعالى 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 تعالى. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الكلب ما عندوش تحفز ان هو يمشي معاك. بص ولا هو هنا ولا حياته اللي ما انتوا نادي يعني. تعالى يلا خد خد خد. تعالى يلا تعالى تعالى. فك فك. تعالى ها. عامل مع كائن غريب مش مع كلب، مع حيوان غريب. خد تعال تعال تعال. طبعا زي ما شفنا يا جماعه روك دلوقتي خرجنا بيه بره. التعامل بتاعه تعامل غريب حتى، يعني مش تعامل ان الكلب مثلا منتبه للي بيتكلم معاه او يعني انتبه لاسمه على الاقل، انتبه للحاجات دي. مجهود لما تتعب مع كلب وتبذل معاه مجهود وتبص تلاقي في الاخر هو كل يوم هو هو الكلب. يا ترى هنعمل ايه؟ هنشوف بعد.